خلينا في الأول وكلنا فرحانين، كلنا مبسوطين بالسوبر. أولا ألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك للجهاز الفني والإداري، ومليون مبروك يمين، ولكن توظيفه في هذا المكان كان أكتر من رائع في يمكن الماتشين اللي فاتوا. كمان بنقول مبروك لدولة الإمارات اللي هي دايما بتدينا تابلو على مستوى التنظيم، على مستوى التصوير، على مستوى حضور الجماهيري، على بصراحة على كل المستويات. وكان ده بيصادف كمان مرور 50 سنة على العلاقات الأخوية القوية جدا ما بين مصر والإمارات. حضور جماهيري من جماهير النادي الأهلي العظيمة هي يعني الداعم والساند للنادي الأهلي، ورقم واحد دايما جماهير النادي الأهلي في صورة أكتر من رائعة. صورة الشامبيونز، صورة الأبطال، وممر شرفي بيعمله النادي الأهلي للجهاز الفني ولاعيبة نادي الزمالك في مظهر حضاري، مظهر طبيعي. خلينا نتكلم، خلاص المناظر دي بتبقى مناظر طبيعية والواجب يعني عملها، ودي الكورة ودي كرة القدم. هذا الممر الشرفي بيقدمه النادي الأهلي لعبة النادي الزمالك والإداريين والفنيين والحكام والمنظمين، يعني الشكل كان أكتر من رائع. زي ما قلت لحضراتكم كان كاس مهمة جدا، بطولة مهمة جدا تضاف إلى دولاب وبطولات النادي الأهلي علشان بإذن الله تطمن الجماهير.